مستعيضاً عن النظر باللمس وعن التدقيق بالخيال لتكون النتيجة عربة خشبية لبيع التسالي أو قطعة مميزة من الأثاث المنزلي. هذا أيسر ما يفاجئك به محمد جلال، الكفيف الذي احترف النجارة ولم يجد لها بديلاً يأتلس به. هو طبعاً اللي عايز يعني يقول أنت بتشتغل شغله، هو شغلي يتكلم عن نفسه. وبعدين يسألني يقول لي الخشب جايبه منين؟ الدهان دهنه فين؟ الخراط خرطته فين؟ قطعت خشب عند مين؟ شري خشب من مين؟ نفسي أعمل معرض ليا والمكفوفين زمايلي اللي بينتج أي حاجة يجي يعرضها عندي، ما بلاش الجمعيات، بلاش الحاجات دي كلها، لأن إحنا إيه؟ ما حدش بيسمع لنا، ما الناس صوت أصلاً. البداية كانت في سبعينيات القرن الماضي حين فقد النجار الشاب عينه اليسرى بسبب إحدى آلات النجارة، ليبدأ رحلة إعاقة تطورت حتى أصبح كفيفاً، ورحلة التنقل بين المهن عاد بعدها إلى مهنته المحببة، وليس في ذهنه إلا شيء واحد هو النجاح. أنا كنت بشتغل مهنة النجارة دي قبل ما اتجند، قبل ما اخش الجيش. بعد ما دخلت الجيش فقدت بصري، ملوش علاقة بالجيش خالص، ولكن حاولت أتعلم كذا مهنة تانية ما أمكنش. رجعت للنجارة، كانت النجارة دي مهنة صعبة لأن فيها شنيور وفيها فارة وفيها سراق. سرق قطع صبعي مرة، خيطته غرزة، الشنيور عور مرة صبعي 3-4 مرات، كانت عاملة صعبة جدا، ولكن بحبها لأن هي اللي بفهمها. مرت السنوات ووصل محمد في النجارة إلى مرحلة الاحتراف المبدع، ورغم ما يعانيه من ارتفاع تكاليف الخامات وما يلاقيه من صعوبة في توزيع المنتجات، يواصل عمله الشاق دون يأس، ولسان حاله يقول ليس كل ما يتمنى المرء يدركه. نجار بطريقة برير، ربما كان هذا هو التعبير الأدق عن حالة عم محمد صاحب البصيرة، الذي حول النجارة من مهنة شاقة قوامها البصر إلى إبداع حقيقي أساسه وجهة النظر. من القاهرة هشام سلم، اليوم على الحرة.